مكانه منزله. عالقها مسحايف والرعود بالشوا مخلق مكانه منزله. السلام عليكم ورحمة الله. احنا اليوم في مدرسة الوكرة الثانوية المعرض الخامس للجامعات وقطاعات العمل برعاية قابكو وبالاشتراك مع مدرسة الوكرة. طبعا بيوت الشباب القطرية مشاركة في هذا المعرض، وطبعا عرفناهم بالبرامج اللي عندنا، بالأهداف الجمعية، تعريف الخدمات اللي احنا نقدمها، واكثر برنامج احنا طبعا سوقنا له اللي هو استمتع وتعلم. كان اقبال شديد من الطلاب وخذوا نماذج طبعا اساس توصلونها لاولياء امورهم، واغلبهم ابدى رغبته انه يشارك معانا، وان شاء الله يكون خير عليهم وعلينا وتكون المشاركه من قبلهم. وحب اشكر مدرسه الوكره على هذه البادره انها تستدعينا نشاركهم في هذا المعرض، وشكر موجه لجميع العاملين على هذا المعرض، والسلام عليكم ورحمه الله.